الخير قيمة إماراتية إنسانية في مواجهة أزمة عالمية، وعندما يضرب أي أزمة أو كارثة أو وباء أي بلد، فإن التماسك المجتمعي والتراحم والتعاضد وتشارك العيش هو من يجعلنا نمر هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة. إن هذا الوباء هو أكبر اختبار للعالم، والإمارات توحدنا وخيرها للجميع. معا نستطيع أن نعبر هذه الأزمة بقوة، فتكاتفنا هو أساس توحدنا وتماسكنا. بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، ومن خلال 27 نقطة توزيع في أنحاء الدولة، مبادرة توزيع المير الرمضاني على المستحقين المسجلين بوزارة تنمية المجتمع والبالغ عددهم أكثر من 44 ألف أسرة في كافة مناطق الدولة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع مراعاة وتطبيق الإجراءات الاحترازية. في البداية أحب أشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، وكذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وصاحب السمو الشيخ منصور بن زايد رئيس مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية على هالمبادرة توزيع الروشن الرمضاني. أتمنى لهم الصحة والعافية، وكذلك أشكر الجهات اللي مشاركة معانا في المشروع، الشرطة المجتمعية والتحريات والقيادة العامة ووزارة تنمية المجتمع وكل الأفراد اللي قاموا معنا بتوزيع المير الرمضاني فردا فردا. الشكر الجزيل للجميع، جزاهم الله خيرا عنا. الإجراءات الاحترازية اللي ماخذين الحمد لله أن كل ساعة احنا نعقم المكان وموفرين للعمال ماسكات والقفازات وحتى الجهاز الحراري، والحمد لله رب العالمين. هاي الإجراءات الاحترازية اللي ناخذها، وبالنسبة للناس العوائل اللي تينا ما نخليهم ينزلوا من سياراتهم، نخليهم بسياراتهم نوصل لهم المير وهم ياسين في سيايرهم. حتى إذا عندي عرقلة بالنسبة للسيارة مثلا عندي شيء في السيارة ما نخليهم ينزلوا، احنا نرتب لهم السيتات والكراسي ونخلص لهم ونعطيهم المير ويتوكلون على الله. وكخطوة نحو توفير أهم المتطلبات الضرورية لأفراد تلك الأسر من المواد الغذائية الأساسية، سيتم توزيع المير الرمضاني على أكثر من 16 ألف أسرة في أبوظبي، وأكثر من 7000 أسرة في دبي، وأكثر من 7000 أسرة في الشارقة، وأكثر من 2000 أسرة في عجمان، وأكثر من 5000 أسرة في رأس الخيمة، وأكثر من 3000 أسرة في الفجيرة، وأكثر من 1000 أسرة في أم القوين. طبعا المبادرة عبارة عن توزيع مير رمضان ل 46 ألف أسرة على مستوى الدولة، ولله الحمد احنا من يوم الاربعاء نقوم بالتوزيع، والى الان ما شاء الله انجزنا كل الامارات، ما شاء الله انجزنا عدد كبير ما شاء الله الحمد لله ولله الحمد، ومستمرين لين ما نخلص لكل العوائل ان شاء الله باذن الله تعالى. نشكرهم والله الحمد لله رب العالمين، نشكر شيخ خليفه واخوانه والشيخ محمد واخوه عياله اخوانه جميع يا رب، الله يطول بعمرهم ويخليهم يا رب العالمين. مؤسسة خليفة الإنسانية تهدف من وراء إطلاق هذه المبادرة لتقديم مختلف أشكال الدعم والعون والمساندة للحد من الظروف التي تعانيها بعض الأسر بمختلف مناطق الدولة في هذه الظروف الطارئة والاستثنائية، تأتي تكملة وتعزيزا لجهود الدولة في الحد من تداعيات فيروس كورونا الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وتجسد أروع صورة من التلاحم المجتمعي في الإمارات. سوسن سعد لبرنامج خليك في البيت، الورقاء.